اولا تنشكركم وتنرحب بكم الحضور الكريم للاعلان على اجراءات وتدابير وللاعلان وتدارس مشتدات. واليوم نركزوا على تصنيع وبيع دواء جديد لعلاج مرض التهاب الكبدي الفيروسي من نوع سي. هذا الدواء هو دواء جنيس تم صنعه في المغرب بطريقة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، وزارة الصحة مع ليزكسبير مع الإخوان اللي دخلوا كلهم مشكورين، ومختبر وطني اللي صنع هذا الدواء. هو هذا الدواء ضد التهاب الكبدي الفيروسي من نوع سي كونتر ليباتيت فيرال سي 100% قلت ركز على ذلك. دواء مغربي جنيس اللي كنعرفوا هذا ليباتيت سي تتقيس في المغرب حوالي 625 ألف مواطن أو مواطن. هذا الدواء تتخذ عن طريق الفم، هذا هو الأفونتاج بعد من المزايا ديالو أنه تتخذ سيتان كومبريمي تتخذ عن طريق الفم. ثانيا هذا الدواء عنده فعالية عالية لأن الشفاء من أين تتخذ الدواء عند المريض تيفوق 90-95%. ثانيا عنده أقل أعراض جانبية، ماشي بحال الأدوية الحالية اللي ما تتعطيش النجاعة الكاملة ولكن أعراض جانبية كثيرة. وثالثا عنده أقل تكلفة، يعني ثمن مناسب جدا 3000 درهم للعلبة. فين سي عز اللي قال لك حط لي بحال اللي فهذه هي العلبة اللي تصنعت في المغرب، هي أمامكم 3000 درهم العلبة. إلى جينا غير نقارنه مثلا شو وقع في أوروبا فرنسا ولا في الولايات المتحدة، فبين 500,000 800,000 حتى المليون درهم، فثمن شاسع، فرق شاسع جدا فيما يخص هذا الدواء. هذا الدواء غيكون إن شاء الله في الصيدليات ابتداء من 10 ديسمبر باش غيكون جميع المواطنات والمواطنين يستفدوا منه. انه المختبر اللي صنعنا معاه الدواء راه الاشاره للجميع، فهو خذ جميع الاحتياطات باش يبقى ديمومه يعني بدون انقطاع ديال هذا الدواء بجوده عاليه، وقلت بثمن مناسب وخاصه فيما يخص الفئات المعوزه والفئات الفقيره. فما تصورش انا في المغرب ان دواء بحال هذا مثلا تمشي عند شي واحد تقول له شريه ب 80 مليون سنتيم ولا شريه ب 100 مليون، يعني ما يمكنش، يعني تنقولوا له خصك تموت وصافي، ما كاين حتى شي ما فيها. بس شويه ديال التاريخ نقول لكم منين جا كيفاش صنعنا هذا الدواء. فكيف كتعرفوا هذا مختبر امريكي اللي كان صنع هذا الدواء هذه بضعه سنين، تنظن عامين باش صنعوا. فهذا منين بدا يتباع، انا كنت سمعت كوزير وكمدراء في الوزاره انه هذا الدواء بدا خرج وحنا محتاجينه 625,000، وكنت الفعاليه عاليه جدا. فاتصلت بهم باش حتى حنايا الدواء، قال لك ما يمكنش غادي يبقى يتباع بذاك 80 مليون سنتيم ولا مليون درهم في ذاك الوقت، ما بغاو ينقصوا لينا حتى فرانك. ومن بعد خذوا قرار، هذا المختبر الامريكي خذ قرار انه هو اختار دار واحد اللائحه ديال الدول على الصعيد العالمي، وقال هذ الدول غايرخص لهم يديروا الدواء الجنيس، وحنايا للاسف ما درناش من ذاك الدول. بالنسبه لي انا المغرب عنده الفلوس يعني ما الناس يشريوه، ولهذا ما كانش يمكن. فانا اتصلت بهم شخصيا وكتبت لهم بدون رد، وكتبت للدكتوره مارغاريت تشان رئيسه المنظمه العالميه للصحه احتج على هذا سميتو انه واخا يكون دوله كما كانت، يعني واش تقول شي مواطن في شي دوله حتى انا تنظن حتى في فرنسا حتى في اوروبا تقول شي واحد شريه ب 80 مليون سنتيم، يعني هذا ما. فكان ان الجواب كل شيء تيطيح فيما يخص المختبر الامريكي اللي رفض رفضا باتا انه يدخل المغرب من بلاد الدول. وكان لزاما انه تجمعنا في وزاره الصحه قلنا خصنا نلقاو شي صيغه باش نحميو المرضى ديالنا، ولهذا لقينا واحد الصيغه يعني من ناحيه الاجراء والتفعيل، يعني الناحيه القانونيه اولا باش ما يوقعش لينا شي مشكل. فلقينا الهفوات فيما يخص الملف ديال الإخوان في الولايات المتحدة،
غادي نعفيكم من هادشي وصنعنا وتم صنع الدواء بطريقه تشاركيه بين القطاعين العام والخاص. فهذا الدواء في واحد الماده معروفه لو سوفوسبيفير هو الماده الرئيسيه اللي مبني عليها هذا لهذا الدواء اللي هذاك الشيء باش تيدير هذا الثمن هذا. وحتى عطينا ليه يعني الاذن بعرض بالعرض في السوق لاي ميم لوتوريزاسيون دو ميسيو لو مارشي خداها المختبر يوم 5 نوفمبر 2015 وقلت لكم انه غادي يتباع 3000 درهم عوض 80 مليون سنتيم. والسيد المدير هو حضر معنا ربما يخدم نتمنى ياخذ الكلمه باش يشرح للصحفيات والصحفيين كيفاش هذا الدواء غادي يكون به اللائحه ديال الادويه القابله لاسترجاع المصاريف ديال لو غومبورسومون باش الناس اللي عندهم لا ميتيال ما بقاو يخلصوش ان شاء الله. ومنين جا هذا الدواء؟ مع الاخوان حنا تنخدموا على واحد الورقه باش المغرب ان شاء الله غيكون في افق 2020 في افق 2020 يعني من دوله من الدول القليله جدا على الصعيد العالمي اللي غيكون دوله مغرب بدون مرض التهاب الكبدي الفيروسي من نحس. بغينا نقضيو عليه تماما انه عندنا واحد الرؤيه واستراتيجيه اللي تنخدموا عليها يعني استراتيجي ناسيونال بور اون كوم 2020 ام ماروك سانز هيباتيت فيرال سي. اخيرا اللي يمكن نقول هو ان هذه بدايه فقط بدايه فقط. فوزاره عندها سياسه والحكومه عندها سياسه وكاين الاراده السياسيه ومع جميع الاخوات والاخوان غادي نمشيو ابتداء من 2016 باش يتم تصنيع ادويه اخرى ديال الامراض مزمنه اخرى ديال الامراض مكلفه وباهظه الثمن فيما يخص الادويه. غنبداو خاصه منها مثلا مرض السرطان امراض السرطان باش غنبداو في المغرب حتى حنا نصنعوا الادويه ديالنا باش نبيعوها المغاربه بواحد الثمن اللي مناسب جدا ومع الاخوان ديال الهيئه الوطنيه فوقاش ما كان هذا الثمن واخا رخيص وكان استرجاع المصاريف ديالو فغيكون احسن يعني بالنسبه للمواطنات والمواطنين.